زي ما كنا بنتكلم في البداية عن ملف تطوير العشوائيات والمناطق غير الأمنة، الحقيقة يمكن كان ملف العشوائيات في مصر واحد من أهم التحديات اللي بتواجه الدولة المصرية عبر عقود. الحقيقة يمكن الأمر وصل كمان لحد أنه البعض كان بيضرب المثل بها كنموذج للحياة البائسة اللي بيعيشها شريحة من المصريين، إلا أنه الدولة المصرية دولة 30 يونيو أعطت هذا الملف أولوية قصوى عشان تحول مشهد العشوائيات في مصر لصورة حضارية ونموذج مشرف ومصدر إلهام للدول اللي بتسعى لتنفيذ هذه التجربة الرائدة في القضاء على العشوائيات وبناء مناطق سكنية حضارية تليق بالمواطن واعتباره حق أصيل من حقوق الإنسان. خلينا في تفاصيل أكتر عن هذا الملف مع ضيفنا منورنا في استوديو التاسع دكتور سيف الدين أحمد فرج أستاذ الاقتصاد العمراني والتخطيط العمراني. منورنا يا دكتور، أهلا بك. ميرسي. طيب إحنا لو بصينا بس على بعض الأرقام في هذا الموضوع تحديدا، هنتكلم عن مساحات المناطق العشوائية في مصر كانت وصلت تقريبا 161 ألف فدان. بنتكلم في تقريبا 497 منطقة، منها 351 غير مناطق غير آمنة. لو حتى يمكن بصينا بشكل بقى عام، النسبة كاملة 39% من الكتلة العمرانية لمصر، دي نسبة كبيرة جدا يا فندم. عشان دولة تقرر ان انا هدخل اقتحم 40% من الكتلة العمرانية على ارضي، فيها ناس عايشة حياتها، فيها ناس بتشتغل، فيها اكل عيش، خلينا نقول انها كانت قرار جريء جدا. كان تحدي. صحيح. كان تحدي. هي في البداية لازم نتكلم على ان الدولة والقادة السياسية بعد 2014 كان ليها استراتيجية عمرانية واضحة. كان الهدف الأساسي منها هو رفع جودة حياة المواطن المصري. وطبعا المسكن بيمثل أولوية قصوى وفي الأول خالص، وهو المسكن بالنسبة للمواطن المصري. ومن ثم كانت قضية الإسكان العشوائي شديد الخطورة. تم تصنيف الإسكان العشوائي إلى قسمين. قسم عشوائي في مناطق غير آمنة وهي شديدة الخطورة، وإسكان غير مخطط. طب نبدأ بالجزء الأولاني وهو الإسكان العشوائي شديد الخطورة. تم تصنيفه إلى أربع تصنيفات، ألف وبه وجيم ودال، وهي شديدة الخطورة، الأقل فالأقل فالأقل، حتى يمكن إعطاء أولويات. وفعلا بدأت الدولة بالأولوية الأولى، حتى أنها في نهاية السبع سنوات انتهت والحمد لله من الإسكان العشوائي شديدة الخطورة، اللي هو الإسكان الغير آمن بدرجاته المختلفة. ده تم صرف عليه 60 مليار جنيه، 357 منطقة، منها على سبيل المثال منطقة في السيدة زينب، وهي كانت البداية، وهي منطقة تل العقارب. لو رحنا عشان نشوف هذه المنطقة، لابد للعين المصرية أن تكون عين حقيقية وعين صريحة، بمعنى أن أنا لازم لما ألاقي حاجة إيجابية لازم أقول دي إيجابية. صحيح. بمعنى أنا عايز أشوف تل العقارب دي بيفور أند أفتر، قبل وبعد، كان شكلها إيه والنهاردة شكلها إيه. كانت تل العقارب النهاردة بقت روضة السيدة، كانت تل العقارب منطقة غير إنسانية، تكدس سكني وكثافة بنائية عالية جدا، منطقة فيها ارتفاع معدلات جريمة، فيها أنشطة غير قانونية، المساكن اللي فيها إذا كان يطلق عليها مسكن فهي ما فيهاش تهوية طبيعية، غير أدمية، غير أدمية، ما فيهاش لا تهوية ولا إضاءة ولا خصوصية ولا أي عنصر من عناصر المسكن الآدمي. النهاردة بقى النقلة اللي حصلت النهاردة من خلال السبع سنين دول، روضة السيدة مسكن آدمي للمواطن المصري، منطقة سكنية فيها وحدات تهوية طبيعية وإضاءة طبيعية. الدولة ما سابتش ده كمان، الدور الأرضي، محلات تجارية، فرص عمل. يبقى الدولة النهاردة بتوفر وحدة سكنية متكاملة بجميع عناصر الانفراستراكشر، البنية الأساسية، كهرباء وصرف صحي ومياه وغاز، كلها توفر في الوحدة السكنية، فرصة عمل، مناطق خضراء، أماكن آدمية. يبقى كده
تم رفع جودة حياة المواطن المصري. في نقطة مهمة جدا، الفترة الانتقالية ما بين الإزالة والإحلال. المواطن ده راح فين؟ المواطن المصري تم اللي كان في هذه المنطقة تم تخييره بين ثلاث بدائل، إما إنه هو ياخد بديل مادي عادل، تعويض مادي عادل يعادل القيمة السوقية الحالية لوحدته فعلا، يستطيع أن يحصل به على وحدة سكنية أدمية، ده كان بديل أولاني. البديل الثاني إن هو يتنقل لمنطقة منطقة زي منطقة الأسمرات، وهي وحدة سكنية بها جميع الوسائل المعيشية من إضاءة وتهوية طبيعية وخصوصية، أيضا بها تأسيس فيها سرير وفيها دولاب، فيها أجهزة صحية، فيها أجهزة كهربائية، فيها تلاجة وغسالة وبوتاجاز، يبقى منطقة وحدة سكنية كاملة التشطيب وينتقل ليها على طول. طب خلينا هنروح للخيار الثالث اللي الدولة وفرته للمواطنين، لكن خلينا نروح لفاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا مع حضرتك. مشاهدينا فاصل سريع ونرجع لحضرتك على طول.